السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ تأخرنا عليكم بس والله للأسف كنا مشغولين شوي، بس إن شاء الله حنرجع بقوة ونظبط أوضاعكم بالووردبريس. حنبلش اليوم نبني هيك بيج صغيرة عن طريق إليمنتور، حنحاول نغطي كل الويدجت تبع إليمنتور على عدة حلقات لحتى نوصل إن شاء الله لشيء محترف منه. إجمالا أنا اليوم معتمد على فهمكم للسي اس اس والبوتستراب وشوي من ال HTML. خلونا نبني صفحة جديدة، وبتمنى منكم تدعوا لأهلنا بغزة، الله ينصرهم، الله يحميهم، الله يحفظهم ويدمر الأعداء. وبسم الله الرحمن الرحيم حنبلش. حنعمل بيج اسمه تيست، ونعمل ببلش، ونعمل edit with Elementor. يا جماعة Elementor هو بيج بيلدر بنبني عن طريقه الويب سايتات من الصفر بدون استخدام اي كود برمجي او باستخدام شوية كودات سي اس اس. دايما في له عناصر، انا هون كنت عامل مع الفريق تبعي، ما حقول تلاميذي بل حقول فريقي، كنا عم نشتغل سوا ونتعلم كيف نعمل الهيدر والفوتر. اما هلا بدنا نبلش نبني نحن هيك صفحة صغيرة ونتعلم كيف بعدين نعملها امبورت من تمبلت كيت بانفاتو اليمنت. اول شيء في عندنا الكونتينر، يلي دارس بوتستراب او سي اس اس بنعرف انه نحن بنستخدم كلاس كونتينر لحتى نحط ويدجت بقلبه عناصر مهمين. هذا الكلاس فينا نلعب بالسايز تبعه وفينا نخليه فول ويدث. اذا هلا انا بحطه بوكسيت، خلونا نطلع هون حنلاقي انه راح بصير بياخد سايز قليل، بينما بالفول ويدث قد ما كبرت الشاشه بصير بياخد السايز تبعه. فينا نتحكم بالهايت تبعيته، انا بحب استخدم صراحه الفي اتش، وهيك نحن عم نتحكم بالهايت تبعه. خلينا نعملها 80%، وهلا هدول حنتعلمهم مع الوقت، بس انا بدي اياكم تعرفوا انه كل عنصر عنده لاي اوت، عنده ستايل، وعنده ادفانس. حنمر عليهم وحده وحده على السريع. الستايل اللاي اوت مثلا اذا كان هذا الفليكس دايركشن تبعه هوريزونتال فيرتيكال، اذا كانت العناصر بقلبه سنتر او اند او سبيس اراوند او الالاين ايتم هيك، او الجابس بين العناصر تبع الفليكس. وهون اذا بدنا نعمل اوفر فلو هيدن و اتش تي ام ال تاج ديف او نحدد اي اتش تي ام ال تاج. بينما الستايل هون فينا نتحكم بكل العناصر، الوانها، اشكالها، احجامها، الحروف، الخطوط والى اخره. الادفانس في عناصر مهمين حنتعلمهم وحده وحده، ما حدا اشرح عنهم بالحكي، وهن بيختلفوا من عنصر لعنصر ومن مكان لمكان. حنلعب شوي بالسي اس اس تبع هذا الويب سايت او تبع هذا الكونتينر. خلينا نضيف حيالله بيج موجوده عندنا هون، هي الصوره حلوه. اوكي هاي الصورة طلعت لي بشكل كتير كبير، خليني اعمل الديسبلاي سايز كفر والبوزيشن سنتر سنتر، وخليني اعمل الاتاتشمنت فيكسد. شو السبب؟ انه بصير بنزل بتضل محلها، وبهذا الشيء بيعطيها جمال كتير كتير كبير. هننزل لتحت بنلاقي شيء عندي اسمه اوفرلاي. الاوفرلاي هو انه يطلع لي طبقه من اللون فوق الشاشه اللي انا بدي اياها، بس انا هذا اللون كتير فايع فخليني اخفف الاوبس بعيته، او فيني كبرها بس انا طبعا اكيد بدي خففها. اوكي، او صراحة خلونا نستعمل شي لونه بني، هذا طالع كتير حلو لاوي على اللون هذا. اوكي، وفينا نحط له بوردر، خلي مثلا السايز تبع البوردر 20 طبعا اكيد، وفينا نعمله بوردر راديوس. شفتوا كيف صار؟ بس اكيد انا هون ما حاستعمل بوردر ابدا لانه بينزعل الشكل، هو بدي بوردر ريدجس يا جماعه الخير. وفي عندي شيء هون اسمه شيب ديفايدر، فيني خلي الوان من فوق واشكال واحجام وغير الوانهم والى اخره، وفيني اعمله من فوق من التوب او من البوتوم، بس نحن هلا ما بدنا اي شيء فيها. ونعمل كل كود بتكتبوه او كل شيء بتعملوه هون لازم تعملوا له ابديت لحتى يبين برا. اذا هلا انا بعمل على الفيو Preview Change ببين لي الويب سايت كله كيف طالع شكله من برا. اوكي، حلاقي هون ان انا لما عملت هيك لقيت الصوره شوي قليله، ولما عملت سكرول باش تبين الصوره كلها. هذا ان شاء الله حتتعلموه معنا كله. طيب بدنا نضيف عناصر لهالكونتينر، ما حلو يضل هيك فاضي. خليني اضيف عنصر اسمه الهيدنج يلي هو الهيد، بنضيف بقلبه H1 H2 H3 والى اخره. خليني انا معتبر هون H2 اجي لهون اكتب هاي I am here. اوكي احمد، طب كيف بدنا نخليه يوصل للنص؟ اكيد انا قلت لكم انه هذا الكونتينر في عنده شيء اسمه فليكس دايركشن، ديسبلاي كونتنت،
اللاين ايتم، خلينا نعمل منهم عجلة بالنص وبالنص بالهوريزونتال. واذا بعمل هلا دوبليكيت حيطلعوا لي حد بعض، اذا انا بدي اياهم يكونوا تحت بعض فمضطر اعمل هيك حيمشي الحال. خلينا هون نحط كلمة هاير مي، خلينا اغير لونها للاحمر. طبعا هون كمان في عندي شيء اسمه تايبوجرافيك، يلي هو فيني غير السايز، غير الهايت، غير الليتر سبيسينج والى اخره. هاي طالعة كتير حلوة هيك. وفيني ظبط الفونت فاميلي، بس انا بحب شيء اسمه روبوتو. وفي شيء كمان احلى اسمه اس والت. هذا طبعا فيني كمان العب بال الوايت تبعه، خلينا نعمل هيك 700. خليني ظبط هون الهاير لو صراحة تستفزني هاير مي. خلينا نكبر الخط وهيك خلص معنا، واكيد نظبط اللاين تبعه لانه ما كان ظابط، ونعمل ابديت. اوكي طيب، خلونا كمان نزيد بطن كول مي. هاي البطن كليك هير بتيجي باي ديفولت بالستايل تبعها، فينا نحن نغيره. بيجي طبعا مع كيف بدنا اياها، اذا كان بدنا اياها سكسس، بدنا اياها انفو، بدنا اياها وورنينج، وبدنا اياها دانجر دانجر، او فينا نعملها ديفولت تركها مثل ما هي. وكليك هير او كول مي نغير بال. اذا بتلاحظوا هون عم بكتب انا الحروف صغيره بينما هي عم تبين كبيره، وهذا السبب بانه التايبوغرافي تبعه شو عاملينه ديكوريشن او الستايل او ترانسفورم ابر كيس، فهي دائما حتكون ابر كيس. اوكي اوكي فيني احط اللينك اللي بدي اياه، مثلا لما بدي يكون حدا يفقس عليه يدق لي على 7/6/10/77/13. هذا مثلا اذا بتفقس على حيره تليفون، خلينا نعمل البريفيو تشينج ونجرب، حيعمل ريفرش لحاله، ولما افقس هون حيفتح لي انه بدك تنزل ابلكيشن لحتى تدق. اما على التليفون دغري حيفوت على الفون نمبر ويحطكم بحاله المكالمه لهذا الشخص. خلينا نشيل هذا اللينك. اوكي وفينا نضيف ايكون اكيد، حيلا ايكون بدنا اياها، خلينا فون ايكون عشان ندل العالم انه نعمل ايكون. وهيك صار زبناها فور او افتر، بس نحن دائما هذا الايكون بيكون فور بيفور. وفينا نغير السبيس تبعيته ونعدله، وفينا نعدل اكيد السي اس اس تبعه ونعمل البوردر ريديوس تبعه 20. وهيك طلع معنا شيء حلو كتير. طيب اوكي بدنا نضيف كمان كم شغله صغيره عندي هون. لما انا افوس على البلس حيضيف لي كونتينر بكذا شكل، خليني انا عاوز هذا الشكل، وبدي احط مثلا بقلبها الخدمات اللي انا بقدمها. دائما انا لما بدي احكي شيء عن خدمات فبستعمل شيء اسمه ايكون بوكس، وفيني اعمل كوبي وضيف هذا الايكون بوكس بكل المحلات. وفينا نبلش نعدل عليه ونسمي بالله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الايكون بوكس هو عباره عن ايكون وبقلبه هيد وبقلبه ديسكريبشن. فينا نغير الايكون وفينا نغير كل الستايل تبعه، بس خلينا اول شيء نعدل بكل الالوان. انا هذا بدي اياه لونه يكون ازرق مثلا، خليه يكون بهذا اللون، خليه يكون بهذا اللون. خلينا نلعب شوي بالترانسبيرنت تبعه. هذا اول لون صار عندي اياه، لون ما حلو ابدا بس معلش. خلينا هلا نبلش نعدل بالايكون، غير الايكون مثلا ل حيلا ايكون. خلينا نعتبر انه انا عندي سيرفيس 1 اللي هي متجر، وبدي اغير التايتل سيرفيس 1، وخلي التكست هذا مثل ما هو. وبدي اعدل انا، بدي اخلي هاي السيرفيس دائما بالابر كيس، لانه لكو اول شيء اعطاني ستايل للكونتنت، اذا بدي اياها تكون على اليمين على الشمال. هذا كله انتم بتصيروا تجربوه، يعني حرام حدا يقعد يعلمكم اياه، انتم لازم كمان تصيروا اشياء تختبروها وتجربوها، اذا بدي اياها على اليمين اللاين ليفت اللاين ايتم. هذا كله انتم بتجربوه وانتم عم تمارسوه ان شاء الله. السبيس بين الايكون وبين التكست، السايز تبع الايكون والى اخره. هلا انا بدي اخلي التايتل ابر كيس كل الحروف تبعيته، هيك صار ابر كيس. اوكي طب خلينا نعطيها شويه بادنج من هون ومن هون. بالادفانسد فقست على الكونتينر، قست على الكونتينر، فتت على ادفانسد حلاقي في شيء اسمه بادنج ومارجن. انا بدي اعطيهم بادنج 20 20
20 20 لكم احلى. طيب اذا بيقعد عمل ستايل لكل هدول بده يصير هذا الشيء تعبني، فبعمل انا هون رايت كليك كوبي، وبدل ما اعمل باست في شيء عندي اسمه باست ستايل بياخد الشكل، باست ستايل باست ستايل، خليني وسع الجابنج بين هدول الاثنين، فبنزل لهون وبعلي الجابنج هون، وهيك صار عندي الجابنج. وخليني اغير شوي بالالوان، هذا مثلا بدي اياه هذا اللون، هذا اللون، وخلينا كمان نعمل كوبي للستايل تبع هذا، باست ستايل باست ستايل باست ستايل، سيرفيس 1 سيرفيس 2 سيرفيس 3 و سيرفيس 4، وخلينا نغير الايكون تبعه، هذا حط لي هذا الايكون، وهذا حط لي هذا الايكون، وهذا حط لي هذا الايكون. احيانا بصير بياخذ هيك شويه مشاكل وبيسبب لي اياها، بس معلش. طبعا كمان في عندنا شغله شباب مهمه، انه بالستايل بالايكون فيني اغير الهوفر، يعني مثلا اذا انا بدي الهوفر تبعه يصير ابيض بس المسه، فيني اغير كمان الانيميشن تبعه بيصير بيعمل انيميشن والى اخره. كمان اذا بدي بعمل كوبي باست ستايل باست ستايل باست ستايل، لا ما بدنا هذا، بدنا نعمل فاست ستايل. هلا اذا بلهم بصيروا كلهم هيك يعملوا، تمام تمام. الالوان اتغيرت اكيد، لانه احيانا هو بسطل وبيعلق، بس طبعا الالوان حتكون هي نفسها، بس هو احيانا الالمنتور بيعلق خاصه لما يكون شوي النت ضعيف، فما تعتبوا عليه سامحوا. خلينا ناخذ هذا اللون، اوكي خلينا نغير الالوان هذول معلش مشان يكون مختلفين، نحن جماعه بنحب التغيير، هذا لون حلو والالوان بشعه، بقى تقولوا عني اني مصمم سيء بس على العجله. سامحونا يا جماعه الخير، وهذا اللون حلو. اوكي وهلا خلونا نزيد سيكشن هيك بسيطه، خلينا نعملها اثنين متساويين، خلينا نحط هون جوجل ماب، كل العناصر هي موجودة عندكم، آلاف العناصر أو ما نقول آلاف زودناها، عندكم شي 100 عنصر هون، وكل ما تنزلوا عناصر جديدة من البلاجن بصيروا موجودين. هاي الخريطة مثلا، خليني نضيف هون أول شي تعالوا نشوف الخريطة، الخريطة فيني أعمل فيها زوم قد ما بدي، فيني ألعب بالهايت تبعها، وأنا قلت لكم إني بحب أستعمل الهايت بالفيو إتش، وهيك بتبين الخريطة بطريقة حلوة. وهون اللينك اللي انا بدي اياه، مثلا اذا بحط انا هون لبنان ببلش يبين لي لبنان، اقل حمانه وكامل وزحله والى اخره. وخلينا نضيف سي اس اس فلتر، في عندي بلور، في عندي اللي بدي اياه، وعدل باي شيء بدي اياه والى اخره. وخلينا نعمل ابديت، اوكي خلينا نضيف هلا سوشيال ميديا اذا الناس بدها توصل لي، او قبل السوشيال ميديا في عندي شيء اسمه ايكون ليست، الا وهذا هو بيكون في عناصر حد ايكون والايميل. مثلا انا بدي استعمل ايميل، بحط انفلوب مشان الايميل، وبحط هون الايميل تبعي اي مثلا اي بالبي سي 19@gmail.com، اوكي. وفيني مثلا حط رقم التليفون تبعي الواتساب، ليش لحط التليفون كل مرة واتساب، وبنقي حالة رقم افتراضي 9 9 8 8 8 8 8. وطبعا كل شيء بتحطوا اللينك تبعه، مثلا واتساب له لينك حد يفوت عليه، الميل له ميل تو، تحطوا الايميل تبعكم فيه كمان، بصير دغري بيفوت عليه بياخده على الايميل ليكو، كأنه لينك بيفوت عليه بياخده على الايميل. وخلينا نحط هون فون نمبر كمان، خلونا نغير هاي فون نمبر، اوكي 9 8 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
بس بيناتهم سوا. الايكون عطاني لون اسود، انا بدي اياه ابيض.
بدي كبر السايز تبعه، وبدي كبر المساحة بين اتنين. وشو بدنا كمان يا جماعة الخير؟ شو بدنا كمان يا جماعة الخير؟ بدي اخلي السايز بالنص، والفيرتيكال كمان او اللي بدي اياه. خلينا نعدل بنصوص، نكبر السايز تبعهم، واهم شيء خليها تكون بالنص وبالنص مثلا، او اللي بدكم اياه. بس انا افضل انها تكون بالنص هون. ودائما فيكم تعدلوا اللي بدكم اياه، مثلا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هون بيجوا جاهزين، اسمه السوشيال ميديا ايكون بحطوهم، وبتعدلوا اللي بدكم اياه، وفيكم تعملوا دوبليكيت دغري وبيشتغلوا طبيعي. تمام التمام. طيب هذا شكل بسيط عملناه لليوم، سريع حلو ونظيف. حنتعلم ان شاء الله اشكال كتير نعملها سوا، وبتمنى نعطيكم اشياء تعملوها انتم كمان. بس هلا بدنا نتعلم كيف فينا نحن نعمل امبورت ستايل من الصفر، نهين علينا اشكال. هلا انا فوت، اذا هون فوت على انفاتو اليمنت، حلاقي كتير ستايلات موجوده عندي. اذا فوت هلا دغري هون حلاقي شيء اسمه وورد بريس تمبلت كيت، بس ليفتح لانه شوي من التطبيق سامحونا. اذا هلا فوت على مور وورد بريس تمبلت كيت، حلاقي تقريبا فوق ال 500 ثيم موجودين عندي. بتفوتوا على حيلا واحد، تعملوا فيو ترانس فيو بريفيو لايف بريفيو، ببين عندكم الثيم كيف شكله وكيف حيبين عندكم. برجع بقول سامحونا مرة تانية، النت شوي بطيء. وهذا الشكل اللي بدنا اياه. طبعا رح انزل واحد افتراضي هلا وبلش اعدل فيه. طبعا النت هون شوي بطيء، قبل ما يفتح انا حكون منزل واحد افتراضي. ولحتى اقدر اعمل امبورت للبلجن تبعون للتمبلت كيت تبعون انفاتو، انا بحاجه اني يكون منزل بلجن اسمه انفاتو. يلي انا منزلها فعلا، بس بدي اياكم تشوفوها. ليكا انفاتو اليمنت فوتوز اليمنتر تمبليت، يلي هي هون بتصير اسمها تمبليت. وبعمل انستول، وهون بقدر اعمل ابلود تمبليت زيب فايل. خلينا نلاقي حالة تمبليت انا منزلها، بدي هذا اس اي او. قال لي هذا التمبليت كيت في ايرور، بنشيله طبيعي وبنقي واحد غيره. بلش ينزل طبيعي. واذا ما نزل معكم بيكون في مشكله بالانترنت، او بيكون الثيم او التمبليت كيت في مشكله فما حينزل. خلوني افتح انترنت من تليفوني 4G، هيك بهين عليكم وعلي. اوكي ولا بنفوت بنعمل كونكت، اشتغل طبيعي. اذا بنيجي لهون بعمل ريفرش حيشتغل، اذا بعمل ريفرش هون كمان لازم يشتغل. مفروض اسرع لانه فاتحين 4G. اوكي عمل لي امبورت للثيم دغري. قال لي attention there are two plugin required، لازم تنزلهم. اذا بتطلع هون بلاي بده ميت فورم وبده شيء اسمه سيم. طبعا لحتى يشتغل هذا السيم بشكل صحيح لازم نزل كل البلجن اللي بيطلبها مني هون. واحيانا بيطلب Elementor برو اذا ما كنتوا شارينه او منزلينه، هيسبب لكم مشاكل وما حيشتغل السيم بشكل صحيح. نحن اليوم عم نتعلم Elementor فري، بس هلا كمان حنمرق على شيء بالElementor برو. الElementor برو بيسمح لنا نعمل هيدر، فوتر، سنجل بيج، صفحه للسنجل بوست، صفحه للسنجل برودكت والى اخره.
هنجرب نعمل كل شيء سوا، بس هلا عم يعمل انستولينج للبلجن و عمل لأول وحدة، هلا عم يعمل ادونز فور المنتر عم يعملها انستول وبس تخلص. حنروح نعدل الهيدر، حنروح نعدل الفوتر، وقبل اي شيء لازم تعملوه لازم تعملوا امبورت للجلوبال ستايل، يعني هلا هي حتخرب لي هاي الالوان اللي موجوده هون، لانه انا عملت ما حتغير تخرب هاي الالوان، بل حتغير تخرب الوان تانية. هلا حنعرف شو هي، حنعمل ريفرش هون، حتلاقوا ثلاث ارباع الالوان تغيرت مثل ما قلت لكم. والسبب بانه المنتور حنطلع فيه هلا بيقدم لي خصائصين بس الثيم بيلدر وليس بالسيف التمبليت. بالثيم بيلدر المنتور بيسمح، المنتور برو بس نزله بيسمح لي ابني هيدر فوتر سينجل بوست سينجل بيج اركايف والى اخره. خلينا نحن نفوت على هذا الهيدر وفوت نعدل فيه، لانه انا كنت عامل امبورت لهيدر تاني. اوكي قال لي هذا الهيدر ممحي، يمكن انا محي ولساته موجود، فخلينا نرجع للي قبل. انا كنت معلم رفقاتي انه اذا نحن ما كان معنا Elementor برو ففينا نستخدم شيء اسمه Elementor هيدر اند فودر بيلدر، هذا بيكون ببلاش بدل Elementor برو، وعملنا عليه الهيدر والفوتر مشان هيك منه موجودين هنيك. فهذا بلجن بتحل محل بلجن، بما انه Elementor برو مدفوع حقه بدها مصاري فاستغنينا عنها واستعملنا شيء فري ولا فينا نستخدمه. عملت له دغري ايديت وذ Elementor، وبكل بساطة هذا الهيدر صار قديم لازم امحيه. وإذا بدي أعمل امبورت لهيدر جديد فحلاقي فأسة اسمها انفاتو هون زادت، وقال لي الانستول كت اللي أنت منزلها موجودين هون، وأنا منزل هاي صراحة آخر وحدة كانت، فبدور على الهيدر اللي أنا بدي إياه وبعمل له انسر تمبليت وبصير ينزل عندي بشكل كتير طبيعي. واحد اثنين ثلاثة نزل، ونزل بالشكل اللي هو موجود فيه فعلا 100%. انا بحاجه بس اني اغير اللوجو اللي بدي اياه والى اخره، والفوتر كمان حعدله نفس الشيء. بس يا ترى لما انا عملت امبورت للستايل جلوبال شو تغير؟ تغير عندي شيء بالسايت سيتنج، الا وهو جلوبال كلر وجلوبال فونت. الجلوبال كلر هي الالوان الاساسيه اللي بيستند عليها الويب سايت تبعي، وانا بزيدها وانا بعملها، واذا بعدلها هلا من هون بتتغير بالويب سايت كله. هلا اذا انا بعمل ريفرش راح تلاقوا انه الهيدر تغير، واذا بتغير هذا اللون الموف للون تاني مثلا اعمله دي 4 2020 سي واعمل ابديت، حتلاقوا انه حيتغير هون كمان. وهذا الشيء بيهين عليكم كتير كتير كتير، يلي مستخدم بوت ستراب او ساس بيعرف انه انا صار فيني اعمل فاريبل للكلر وحطها بكل الويب سايت، وبس بدي اضطر اعدلها بعدلها مره واحده، ما بروح بعدلها بكل سيكشن. فهلا حلاقيها صارت حمراء. اوكي هون فينا نعدل كل الالوان، وهون فينا نعدل كل الخطوط، كمان فينا نعمل الخط كفاريبل. خلونا نروح نطلع من هون اكيد سيف، ونعدل الفوتر اللي كان معمول، ونعمل امبورت لبيش كامله موجوده قدامنا. نطلع من هون اكيد بدنا نعمل لهذا ابديت، ونروح على الفوتر ونعدل الفوتر كامله نظبطها ونعدلها. لازم نعمل اكزيت، ليش لسه ما طلعنا؟ اوكي هلا بلش طلعنا. خلونا نفوت نعدل الهيدر. انا نزلت البلجن اللي هي هيدر المنتور هيدر اند فوتر بيلدر، تعلمنا منين نزل البلجن. لما نزلتها بينت عندي بالابيرنس بالهيدر اند ثيم فوتر، وهلا بدنا نعدل الفوتر. بدنا نمحي لهذا القديم، وبدنا نعمل امبورت لواحد جديد اللي هو الفوتر اللي موجود عندنا هون بهذا الستايل تبع الشكل، اللي هو فوتر ستايل 1 فوتر ستايل 2. اوف سامح لي بثلاث ستايل للفوتر، انا واحد عاجبني يا شباب، والله انا هذا اللي عجبني.
خلونا نعمله import. نعمل امبورت للفوتر كله ليكون ما شاء الله وكان ما احلاه. طبعا احيانا في صور نحن بحاجة انه نضيفها. خلونا نعمل ابديت. هلا يا جماعة الخير انه حتى الفوتر اللي كان موجود هون تغير لهالفوتر الجديد الحلو. خلونا نشوف نمشي البيج ونعمل امبورت للبيج الاساسية تبع الويب سايت. بيج فوت نعدل فيها تيست بيج تيست بيج تيست بيج ونفوت نعمل ادت وذ المنتور. خلونا نمحي كل الويدجت اللي حزتناها. حكون علي انه ما رجعنا محلها تعبنا فيها ومحلها بس معلش. وندور على الهوم. الهوم الهوم هوم 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 هاي هوم 1. في عندي كذا هوم شكله هوم 2 هوم 3 هوم 4. والله ليكو انا صراحة عجبتني الهوم 2. نعمل لها امبورت. هنلاقي كل شيء باللون الموف حيصير لونه احمر لانه احنا بالاساس غيرنا اللون الاحمر. طبعا هي بتاخد وقت لحتى تعمل امبورت فمعلش. وبحاجة انه ننطر اذا بنلاقي هلا هون الويب سايت هذا بين كله في الاف تمبليتات موجودة غيره. في هذا في هذا في هذا في هذا وفيكم تعملوا من كذا تمبليت. يعني فيني اخد شكل من هذا التمبليت وشكل من هذا التمبليت بس قد ما فينا نخفف تمبليت وجود عندنا بالصفحة مش عم يسبب لنا مشاكل ويعلي الانترنت ويصير الويب سايت تقيل يكون احلى. هو منه حلو لسه ما بين كله بس انه مش شلنا الوضع يعني الله يرضى عليكم. بطيء 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 وهذا شكله كمان بطيء فلسه ما افتحه. خلينا نعمل هذا لايف بريفيو نمحي هذا ونمحي هذا نطلع هون اذا انعمل امبورت لسه 61 so lazy كتير غليظ. ليك هو الشكل ما احلى رائع رائع رائع. طبعا ما نعمل امبورت له كله وهذا اي اخونا جاي من الصين مبين عنا بالشكل كمان ليكم احلى. هذا الشكل كمان له علاقة بالخضرة والنباتات وزهور. فيكم تعملوا امبورت لحي الله شكل بدكم اياه وبيعجبكم. وهذا الشكل لسه ما خلص 94 باللحظة بالدقيقة الأخيرة لسه ما فتح بس معلش أنا مضطركم بدي اياكم تشوفوه. وبدي اياكم تعرفوا انه احيانا بيكون النت سريع كتير لحتى يفتح او بيكون عندكم بطيء مثلي لحتى يفتح. انا عم بحكي بس مشان ما تيأسوا وتتعبوا. قربوا الفيديو يا جماعة الخير قربوا ليه ناطرين معي هون.
قلت الافلام اللي كنا نحضرها زمان، عبال ما يبلش يحضروا الفيلم الثاني ها عمل امبورت. اوه عندنا مشاكل كتير كتير كبيرة. شو هي يا جماعة الخير؟ لما عملت امبورت لهذا الثيم، المشاكل اللي بينت عنا انه مثلا ما في صور. هاي صورة هذا للبلوج مختفي اكيد. هاي مثلا هون ما في صور. دايما 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 الثيم اللي بتنزلوه لازم يكون تظبطوا له صوره، تظبطوا له كل شيء فيه. مثلا تعالوا نظبطوا هذا سوا على السريع. هاي مثلا بده صوره باك جراوند، اتمنى هون. هات لنشوف هذا كمان، منه هون. اوكي هذا بيعمل سلايدر بس ما عم نشوف الصور. هاي اول صورة. وبدنا صور تانية، بدنا ناخد هاي وهيك بلشوا الصور يطلعوا. وبدنا صورة تالتة، يعني هذا الثيم كانت مشكلته بس قصة صور ولا يمشي حاله. هون مثلا بدنا صورة بس انتو بتصيروا بتضيفوها والشكل بلش يزبط. هون بدكم صورة وهون بدكم صورة وهون بدكم صورة والى اخره. زبط التومبليت. طيب خلونا ننزل تومبليت تاني نجرب اذا حيمشي حاله معنا. هات ننزل هذا. هياخد معنا وقت كتير. خلينا نشوف كيف نزل محل تاني. عملوا ابديت هون، خلونا نشوف صفحة الهوم بيج بيبين معنا كل شيء. هوم بيج هوم بيج ليكا، نعمل فيو. او هي الصفحة اللي فيها الصفحة جاي من ويب سايت تاني خربان. وهي الهوم بيج يا جماعة الخير. ليش تغيرت الالوان تبعيتها؟ اكيد حتتغير لانه انا مستعمل جلوبال كلر لثيم وحاططها بثيم ثاني، فاكيد حتصير تسبب لي هاي المشاكل. وهلا يا جماعه الخير بدنا نقول لكم انه احنا خلصنا تقريبا كل المعلومات اللي شفتوها مهمه ومفيده. هاي المشاكل ممكن تصير بسبب انه كذا ثيم تداخل مع بعضهم، اما اذا انتم بتنزلوا ثيم واحد وبتبلشوا تعدلوا فيه فحيزبط 100%. اذا بعمل هون ريفرش حيبلش يطلع لي الثيم الجديد بشكله الجديد يلي عدلناه وظبطناه. طبعا كان ناقصه بس صور، مشكلته كانت بس بالصور انكم تضيفوا صور. وان شاء الله بنشوفكم بحلقه جديده او اكيد بسيشن جديده حنتعلم فيها اكثر عن إليمنتور، هنعمل امبورت لثيمات اكتر، وحنتعلم شو هي الدايناميك داتا بين المنتور برو ونبني سوا وكوميرس.